النهارده يا ساده اتكلمنا على لبنه مهمه جدا جدا من لبنات العمل. مش ممكن يكون في عمل بدون ابتكار. مش ممكن يكون في عمل بينظر فيه العبد على انه محل نظر للسيد الملك سبحانه وتعالى وهو بيتجلى عليه بالانوار وما يكونش فيه ابتكار. الابتكار ده هو اللي بيحسسك بشكر نعمه ربنا. ده اللي بيحسسك ان انت قادر ان انت تعيش وانت في مدد ربنا. هو ده اللي بيفتح قلبك على انك انت عايش في وسع. الابتكار ده هو اللي بيخليك يفتح عليك باب الفرح. الفرح بان ربنا سبحانه وتعالى مازال يتجلى عليك ويعطيك وينعمك. يبقى سواء شكر النعمه اللي عندك بيحتاج الابتكار او فتح ابواب نعم جديده يحتاج الى الابتكار. عيش مع مولانا سبحانه وتعالى وابتكر. فإن في الابتكار كثيرا من الأنوار. يا رب اجعلنا من أهل الابتكار، واجعلنا ممن يدخلون عليك يا ربنا بهذا الابتكار في المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يحسنون الإبداع لأنك تحب الإبداع يا بديع. اللهم اجعل قلوبنا تستنير بنورك وتعيش في مددك وتذوق حلاوة عطاياك التي تنزل علينا ولا تنقطع، بأن نشكر نعمتك، بأن نبدع وأن نبتكر حتى تدخلنا في ساحتك يا جميل يا واسع يا رب العالمين.